قنفذ آيات الكتاب ولا تخف من بطش جبار ولا بشار. قف سائل التاريخ هل من أمتك زادت بلا نور ولا عرفان؟ وإذا استباح الظالمون حرمة ربهم ماذا تظن بحرمة الأوطان؟ هيهات هيهات نور الله أن يطفيه كيد عصابة حمقى من الصبيان. هيهات أن تفنى معالم ديننا ويزول طيب الروح والريحان. يا أمة الإسلام عودي تارة أخرى لهذا الكون بالعمران. يا دولة الأحرار عودي فإننا نفديك بالأرواح والأبدان. ما أحوج الدنيا إلى أحرارنا، ما أحوج الدنيا لشرع محمد، ما أحوج الدنيا لجيل مؤمن يفدي رسالته بمال أو يد حتى يعيد الدهر ماضينا الذي خط السماء حروفه بالعسجد. فنوا النجاة بغير دين محمد، دبا لهم سحقا لهم من ذلك الفن الردي. العز بالإسلام، العز بالإسلام، العز بالإسلام. يا دنيا اسمعي، والنصر معقود بمبدأ يا أحمد. يا هذه الدنيا، يا هذه الدنيا أصيحي واشهدي. إنا إنا إنا